مبروك كابتن ايمن، فوز غالي مبروك، ثلاث الحمد نقاط لله. يريحوا اعصاب جماهير النادي الاهلي. تعبانه وكده بقى يا كابتن اسامه، كده ايه هرجع لك واقول لك الحوار اللي بينك وبين كابتن عادل، مبروك الدوري. لا لسه. انت كده، انت كده معايا. لا لسه بقى على الورق. انما انما بعد المباراه النهارده الحقيقه خلاص يعني. بس ليه الفوز كان صعب؟ في مش صعب ولا حاجه. احنا في الهاف تايم قلنا ايه؟ لازم يبقى في زياده عدديه جوه ال 18 بتاع الخصم اللي انت بتلعبه، مش النهارده، ده امبارح وبكره واي مباراه واي فرقه انت بتلعبها. لازم يبقى عندك انياب هجوميه وشراسه وانت بتلعب الكرات العرضيه، انت سهل جدا مع كل الفرق وسط ملعبك واطرافك بيوصلوك، بتلاقي 300 كره بالعرض، ولكن الراجل اللي هو بيسبق المدافع بخطوتين او بيروح على الاولانيه وحد تاني بيعمل سويتش يقطع على الثانيه، اللي هو اللعب العادي جدا اللي احنا بنلعبه من قديم الازل اللي الفرق كلها في العالم بتعمله، انت ما عندكش غير فرود واحد بيتحمل كل الحاجات دي. ولكن هنحلها ازاي؟ انت فاكر في الافتام لما جبتوا لي الجول بتاع عبد القادر، اللي عدى نتكلم فيه، انا اقول لك ده يجي الراجل بيتحرك منين؟ من شادو، ما حدش شايفه خالص، شبح شبح رايح، الكره بتجيله بكل ارتياحيه بيبعت. انت عايز كل ماتش كورتين ثلاثه من دول ليس الا كويس، ولكن عندك انت بعض العناصر بتنزل طعم الفريق بمحمد فخري كويس، في حاله حسيت ان هو ممكن ينزل بدل ديانج لان ديانج واخد انذار، فراح مطلع قفشه في القفشه في الوقت اللي كشف فيه الفرقه وبيلعب ان بتوين وبيعمل ثرو باس وبتاع، هو الراجل بيبقى عنده حالة من خارج الخطوط، شايف احتياجات حاجة معينة جوه الملعب. قلنا على خالد عبد الفتاح انه ما كانش موجود الشوط الاولاني في الشكل الهجومي، كان احد اسباب الهدف لما جه دخل في جوه ودخل بيرتشيتاو في العمق، كرة عرضية عادية جدا جت وتردت وراحت لقفشة، وقفشة عملها بالعرض راحت من راس واحد لخالد عبد الفتاح لعبها بالعرض، بتقابل اتنين تلاتة من الاحمر، بتقابل اي حد في كل مباراة، ما عندناش مشاكل خالص في اي مباراة. عشان كده انا بقول لأسامة يعني باذن الله والحمد لله خلاص المهمة بقت سهلة جدا، انك انت بس اللعيبة يبقى عندها دافع الاشتراك في نهائي الهجمة. شو هتتكلم على فنون اللعبة النهاردة؟ شوط في شوط كتير جدا، عرضيات في عرضيات كتير جدا، محاولات على المرمى كل الناس النهارده محاولات على المرمى، ولكن مش بالشراسه الهجوميه والانياب اللي بتحسس حتى الفرق اللي قدامك ان هي خلاص من اول 10 دقائق مسلمه لك، بتجيب جول تقدر تجيب الجول والتاني والتالت. وبرده لما بتبقى بتلعب مع فرق، الحقيقه فرقه يعني فرق خارج حدود الخدمه خالص، الفرق بتبقى واقفه قدامك يعني انت اللي بتتسبب في الكونتر اتاك على نفسك، انت ربيعه ومحمد عبد المنعم هم الاثنين اللي عاملين الهجمتين اللي جم عليك، الفاول والكره اللي راح الراجل راح وصححها محمد عبد المنعم، يعني ما حدش ابتكر عليك حاجه، ما حدش عمل عليك الشيء الصعب، انت اللي دايما بتضرب نفسك بالكاونتر اتاك على نفسك، انت اللي بتيجي تعمل كور قصيره تتقطع الناس وانت هاجم بكل خطوطك يقدروا يعملوا عليك سرعات في الناحيه الثانيه. وفرقه اسماعيلي عندها قلنا اللاين فيرود بتاعهم من اسرع الناس، ما عندكش اي مشاكل خالص في اي ماتش. انا ليه كنت عايز اكسب ان شاء الله والحمد لله على المكسب النهارده؟ لان انت متاخر الماتش اللي فات من غير اهداف، وهتيجي النهارده كمان من غير اهداف، هتخش ببؤره ايه؟ ها، عدم ثقه الاهداف دي في الكوره دي معروفه. انا راجل لو ما جبتش جون زي محمد شريف النهارده او قرب النهارده، او ما جبتش كنادي الاهلي الجون، هبقى عليا ضغوط الماتش اللي بعده، واللعيب عليه ضغوط، والفرقه عليها ضغوط، والدنيا والجماهير هتفضل تقلق، وعندنا شواهد وعندنا حاجات كتير احنا ما بنحبش نتكلم فيها يعني. ولكن خلاص ادام انت الحمد لله احرزت هدف، رجعت تاني لعادتك العاديه جدا، طبيعه امكانياتك جوه الملعب واضحه النهارده، استحواذك انا اتحدى النهارده الاستحواذ ده على الاقل 70%، ده على الاقل يعني. ف كل فنون اللعبه النهارده كانت في ايدك، حتى بالمستجدات اللي نزلت في الملعب زي فخري وكريستو وحسين الشحات، يعني عندك تجديد، عندك ريفريش بتدي للملعب
طاقة تانية كبيرة جدا تقدر تخلي لك مساحات على خط 18 الخصم. تنوع. الراجل باير محمدي فقد أعصابه خالص والسيطرة، ويعني وما كانش ليه لازم اي احتكاك. الراجل عليه ضغط جامد جدا، فرقة الاهلي كلها بتضغط يعني الفرق اللي بتلعبك بتيجي في وقت من الاوقات بتقول ايه خلصوا بقى، يعني عايزين نخلص. لو ربنا ادانا هدف وتعادلنا اهلا الحمد لله، ما اديناش خلاص بقى كفايه وكده كويس. احمد عادل عبد المنعم كان كويس النهارده، كان موفق، كان الحقيقه عنده شخصيه، وقف شال حاجات يعني كانت تقدر تبقى اهداف يعني. ف هارد لك فريق اسماعيل النهارده، مبروك النادي الاهلي، ونعتبر ان دي خطوه كبيره جدا طبعا في احتفاظنا باذن الله بالدوري العام، في استعاده درع الدوري العام. انا ما يعني ما شاء الله احتفاظنا بيه من عدد ما احنا خدناه يعني، ف يعني رجعته ورجوعه تاني ان شاء الله للجزيره مكانه الطبيعي باذن الله. ربنا الف مبروك.